السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان في الولايات المتحدة الأمريكية، مقر مؤسستنا حقوى ونس لاستشارات الصحية، أو حقوى ونس حقوى للعافية. تقييم النجاح، النجاح غالبا يقيم على أساس كمية من المال الذي يمتلكها الإنسان، أو مستوى القيادة التي حققها الإنسان، سواء كانت قيادة في جهة عمل، في التجارة، أو في علم، أو في أي مجال كان. ولكن ارتأينا، وعندما كنا نقرأ كتاب ألبرت أينشتاين الحائز على خمسة جوائز النوبل، وهو في نهاية صفحة الكتاب يشير بقصة حياته ويقول: إنني كنت أركض أحقق جوائز عالمية، هنا الآن أنا حققت خمسة جوائز نوبل عالمية، خمسة. لكن في مجال آخر فإنني فشلت في تحقيق الحياة الاجتماعية، أي سعادة. فإنني الآن على فراش الموت ولم أرى ابنتي منذ 40 سنة، وهي كانت منذ في عمر 2، فهذا أثر في معنويتي، بأن فعلا نحن كل إنسان هكذا. أنت المشاهد وأنت أختي المشاهد، الجميع كلنا نركض كم كمية من المال ممكن أحققه، كم ممكن أحقق مزيد من المال، حققت هذا، طيب أريد مزيد وأريد المزيد وأريد المزيد وأريد المزيد. طيب، وهكذا في تحقيق آخر، كم منصب الذي حققته؟ ما هو المنصب الذي أنا فيه، سواء منصب حكومي، منصب في الشركة، أو في أي مجال ينتمي إليه الإنسان، مهما كان، التجارة، الحياة الاجتماعية، شيخ القبيلة أو كذا، أي مجال تحقق فيه الإنسان وهو بمثابة حقق أنه زعيم، حتى لو كان وزيرا أو رئيسا للدولة أو مهما كان، بغض النظر. فأرتأينا بفعل بأن النجاح لا يمكننا نقيمها على أساس بها تلك الحالتين، إلا فعلا النجاح هو الذي يقود الإنسان في تحقيق نجاح هذا، والإثبات وثبت هذا النجاح على مدى الحياة. وهذه عناصر النجاح التي ارتأيناها، وهي تبدأ على شكل هرم منقلب، بدأ من أكثر أهمية إلى أقل أهمية. العنصر الأول والأهم، العنصر الأول والأهم، قوة الإيمان. ليس الإيمان فقط، قوة الإيمان. لذا ما حققته في مجالك، أنك لديك قوة الإيمان، كيف تسعى في وقوف مع الآخرين، وكيف لا تسيء استخدام ما تمتلكه من المال أو من السلطة، وكيف أنك تنسجم مع المجتمع وتقدم وتكون إنسان محب للخير، إنسان مقدم للآخرين الذين يمدون أيديهم لك، وأنت ترى نفسك أنت في جبل في تلك مجال القيادة التي انت حققتها، وتنظر إلى الآخرين وتنزل أسفل الجبل وتأخذهم إلى الأعلى. هذا هو العنصر الأول الأساسي في تحقيق النجاح، عندما الآخرين يشيدون بنجاحك ويشيدون بك أنك انت فعلت للآخرين، قدمت الخير للآخرين.
هذا كله لا يأتي إلا أول شيء قوة الإيمان، إيمانك القوية. واحد. العنصر الثاني بالأقل أهمية ويعتبر هرم قلب من الأعلى إلى الأقل بالنسبة والتناسب، الصحة. الصحة مهمة جدا جدا، أنك تركض وراء المال، تركض وراء السلطة، تركض كذا، لكن ماذا فعلت في صحتك؟ حرمت نفسك؟ ففي النهاية لا يمكن أن تستمتع بما حققته من النجاح، من القيادة، سواء في المال أو في أي تلك من المجالات تحدثنا فيها، إلا أن فعلا تحقق الصحة الشاملة. والصحة الشاملة ليس مجرد خلو من الأمراض، بل اكتمال جميع عناصر جوانب الصحة الأربعة: الصحة الجسدية، الصحة العاطفية، الصحة العقلية، الصحة الروحية. هذا العنصر الثاني. إذا مهم الصحة تأتي بعد قوة الإيمان. العنصر الثالث كما ترون السعادة. السعادة هو يجعل الإنسان قنوع، إنسان يقول دائما يشكر بما حققه، يقول أشكرك يا رب، شكرا. كلمة الشكر دائما تزداد، حتى الغربيين هنا في خلال كثير من المحاضرات وندوات وتدريب تلقيناها يقول دائما gratitude، يسموه gratitude، كلمة شكر gratitude، أشكر، الحمد لله، الشكر. دائما القناعة كنز، الرضاعة كنز. صح أنت تريد تحقق المزيد، لكن أيضا تكون راضيا. ركز على ما حققت من الإنجازات، وأجلها هي كلها نجم لك، نجم الساطع. بينما الذي لم تحققه بغض النظر بأي سبب من أسباب فلا تجعله كسلبا، كعلامات سلبية تؤثر في معنوياتك وتؤثر على سعادتك. لذلك السعادة لا تشترى بالمال ولا تشترى بالسلطة، بل السعادة هي القناعة الذاتية. إذا يعتبر هو كنز من الكنوز، من كنوز الدنيوية، كنز من كنوز النجاح. لذلك هنا عندما تحقق هذا العنصر الثالث فعلا تستطيع تنظر على نفسك أنك إنسان ناجح، ناجح. لكن لم نكتفي على ذلك، نأتي فيما بعد. فيما بعد العنصر الرابع أقل أهمية، العنصر الرابع هو العلم والمعرفة. لم نقول الشهادة الأكاديمية أو العلمية، لا، الشهادة الأكاديمية هي يعني يعتبر عنصر مهم، يعتبر تعتبر قاعدة لإثبات في أنك تعيش حياة أفضل. لكن لا نكتفي بالعلم بالشهادات الأكاديمية، لأن حتى الإنسان الأمي أو لم يحظى في أي عمل، في أي دراسة أكاديمية، فهو يستطيع يحقق العلم والمعرفة. هناك زعماء، شخصيات علمية مرموقة في التاريخ حققوا إنجازات عظيمة ذكرهم التاريخ، وهم أساسا فشلوا في مدارسهم أو فشلوا في جامعاتهم أو لم يستطيعوا ينالوا حتى التعليم، وهم كانوا أميين. لذلك العلم والمعرفة هو العنصر الرابع من العناصر السعادة، العناصر النجاح، عناصر النجاح الفعالة، النجاح الفعال والحقيقي. فالعنصر الأخير المال، الثراء، وليس الثروة، الثراء، الكثير من المال. لذا كلما حققت، فإذا تأخذ على بالنسبة للتناسب، نأخذ كلمة تقول 5 4 3 2 1، إذا واحد المال، إذا كم كمية من المال لديك، إذا زادت هذا المال
أمر ركز دائما أن يكون ينسجم بالنسبة وتناسب. إذا هنا كان واحد أصبح اثنين، إذا من قبل هو إذا أكثر أهمية، وهو إيش العلم والمعرفة، يكون كم؟ يكون أربعة، لأن هذا صار اثنين، واللي قبل يكون كم؟ ثمانية، واللي قبل ذلك هو قبل يكون هو إيش هو السعادة، وقبل السعادة إيش الصحة تكون عشرة، والقبل ذلك كنت 12 وكذا. يعني كلما زاد يزداد بالنفس إيش بنسبة التناسب. هكذا هو النجاح. لذلك نرجو كلما تريد أن تحقق نجاح أو تريد تقيم أي إنسان ناجح، انظر بما يمتلكها من هذه الخمس عناصر الأساسية، والتي أيضا صاغناها بالخمس عناصر الثروة الفعالة المستديمة، بحيث ليس كل غني ثري، بل كل ثري غني. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لكم ولمعارفكم ولأعزائكم ولأحبائكم تحقيق مزيد من النجاح، من قمة الجبل إلى أعلى وإلى أعلى، ومزيد من التوفيق. نرجو من الجميع مع هذه المادة السهلة ورخيصة وفي متناول الجميع، بل تحمل أسرارا مخفية عظيمة لم يكشفها التاريخ، لن تجدها في التاريخ. نحن نسعى كل يوم تقديم المزيد والتأكد من إثبات هذه، تسجيل هذه المعلومات على أساس كبراءة اكتشاف، كعلامات من الملكية الفكرية. ونسأل الله تعالى نفع لكم ونفع لكل من يسعى تحقيق، وكل من يسعى تحقيق من ما يريد النجاح، مين؟ كل إنسان عقلي سليم حتى ولو كان جسدي غير سليم، فهو أيضا في كل يوم يسعى بأن يحقق النجاح، يحقق الثروة الفعالة والمستديمة. وكذا ركزوا على خمسة، بكل نية تستطيع تحقيقها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.